أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. اف امي امي، بدك تعملي لنا اكل اليوم؟ يعني اي متى تمنا استنى؟ احنا صايمين بدنا صيام يعني مش نعرف. قولك انا اكل، انا اكل يخرب بيتك من حالك. انت ما تفكر غير بالاكل، يا ريت بتحفظ على قد ما بتاكل. حفظ حفظ، ما في اكل. ما انا عم بحفظ، عم بحفظ ايش؟ عم بحفظ ولا عم بلعب؟ بس انا بني ادم، بني ادم وجعت ولازم اكل لحتى اعيش. بعدين انت ما حفظاني كلمة قوم احفظ، قوم احفظ. لا ويا ريت بعد كل هالمجهود وكل هالدراسة وكل هالصرف اللي عم نصرفه وتنجح وتبيض الوجه، يخرب بيتك من حالك لعين تطرقك. ايه هلا اشو يعني؟ إذا بلاك انت حفظت ما بيعجبك، إذا قلت لك جوعان كمان ما بيعجبك، أنا ايش أعمل هلا؟ ما بدك تخلص نقل من الصبح أنت؟ بروك احفظ وبس بقى. قولك أمي جوعان، جوعان، جوعان. قولك جوع الجربوع إن شاء الله، يخرب بيتك من حالك. ليش أنا اشتغلتي بالبيت غير أحط أكل وأشيل أكل، أحط أكل وأشيل أكل. ما انا هيك هيك بالي فاضية. انت حسين بعتت تسجيل صوتي هلا على جروب تبعت نسوان اهل البناي، على جروبنا اسمه ستات البيوت علم الجمعة لاهل البناي، في اجتماع ضروري بدي اروح احضر معهم مباشرة. قوم انت اعمل اكل لك واخواتك. انا ادخل اعمل اكل لي ولاخواتي؟ امي تتذكري انت اخر مرة دخلت اعمل اكل صار؟ ما في داعي اتصل لاطفاء اي مرة تانية. ماشي انت حسين، انا طالع عندك حط القهوة على النار. يلا اسمعوا لك، لا تدق علي من الصبح، مالك صغير، قوم شوف اخواتك ايش بدهم، حط اكل انت وياهم. يلا بسرعه. يعني هلا نحن وقت بنكون جوعانين بدك تتركينا وتنزلي تحت تبركي مع جمعه نسوان تبعاتك تبعات جمعه انت حسين؟ وين الام مدرسه اذا عادتها حتى شعب البشاط في المدرسه يضرقونا قوميات عن الام؟ ماشي ماشي بسيطه، انا رح اقوم اعمل اكل لي ولاخواتي، مالي صغير. ماشي، وكمان انا بعرف اطق لك برغي بس يجي ابوي. بسيطه. قولي إيه؟ لا انا خفت كثير، بدي اطق لي برغي عند ابوه. قوم شوف اخواتك ايش بدهم يحطوا كور انت وياهم. يلا انا طالع عند التحسين، ما بدي مشاكل. ماشي 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 بسيطة. أنا ما عامل اكل. انا جيت. قولي ايش في؟ عندك ليش تعبتي؟ ليش تعبتي؟ اكيد كنت عم تعملي شيء غلط، مو عندك احكي احكي اعترفي بسرعة. يلا ايش بدك تعملي؟ ولك انت كديش شيء؟ في حدا بدخل على حدا هيك؟ لا تاخذيني بالعبطة، لا تاخذيني بالعبطة. هلا قليلي مع مين كنت عم تحكي؟ اي روح 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 شو ماسني ولا بالتليفون. كنت عم بحكي مع رفيقتي مريم. مين؟ مريم؟ مريومة؟ ماي لوف؟ هيدي شو اتاكد. ايه لا بقى انت اخذت وجه زيادة ما في كلام. ايش بدك؟ ليش داخل لعندي؟ اوه خلص يخرب بيتك. امك نزلت ما عملت اكل، قالت لي اعمل اكل لك واخواتك، ايش بدك تاكلي حظينا؟ شو؟ انت بدك تعمل لنا الاكل؟ ايه هذا تم الناقص، روح روح ناقصني اتسمم، ما بدي منك شيء، بدي اكل، انا شبعانة اصلا. بتصدقي شغلي؟ والله انا قديش. فعلا انا قديش 100%، داخل لعندك وعم بسالك ايش بدك تاكلي، ولك ان شاء الله بعمرك ما اكلتي تنفلقي تنباعي بالعزا يخرب بيتك. يا اخ راسي. لا حدا يدخل لعندي لهون نوب، مشغول كثير انا. بابا بدي اعمل اكل، ايش اعمل لك معي؟ انا مو قلت حدا يدخل لعندي لهون. اي لا بابا، انا ما اخطر شيء لسه قريب بضربني وجاي بضربني، حتى انت كمان تعلم تضرب بابوج من امي. على فكره اللون بلوزتي ها. اي لا تاكلوا. ساعة انا عم بدخل بس على نفسكم تاكلوا، انا عم اعمل اكل لحالي واكل انا بس، والله يطعمكم حدا يقول لي بدي اجي اكل معك. قلت لها ما بعرف اسوي اكل، ما رديت. الظاهر ما في بتشي غير اعمل هدول التلتين وبس. قولي ايش صوت هالانفجار هاد؟ قلت لك عملي لي اكل، انت ما عملتي. الله يوفقك، حرقتوا المطبخ، الله يوفقك. ما احترق، احترق كله يعني، هو لسه البراد والفرن ما فيهم شيء. بعدك من وجهي، بعدك من وجهي. مع ذلك انا ما اكلت. قولي نسيت اطالع الصحن من الميكروويف. ايش ما كان امي؟ ايش بدك اعملي؟ المهم شي بدك اكلات تسأليني. بسيطة،
بسيطة يا حشرة، أنا بفرجيكي. أصلا أنا لو مخرفة قردي كانت فادتني أكتر منك. تركية أمين، تركية أمين زية، قولي لي إيش بدك وقع تحت أمرك. ومن إيه ما تنزلت عليك الحنية أنت كل هاد؟ من إيه ما تشرب استرعانة؟ ما لك بالعودة. بس يلا بما أنه جايك على الرحمن اسمع لك، إيش عامل لكم أكل اليوم؟ إلا هي ايش بدك امي؟ ايش بدك؟ ما انا كنت عارفاني، والله انا كنت عارفاني لو مخرفة قرود احسن منكم، والله هيك احسن منهم. ايه والله. مجودة روحي قولي لي اشوف ايش بتحب تاكل. امي انا برايي تطبخينا تنتين اندومي، وحده بالدجاج وحده بالخضار، ايش رايك؟ حلوه. يلا يا بني ادمين تعالوا كل شيء ما تاخروا على المدرسه. قولك يلا تعالوا كلوا وتجعوا لي راسي عالفاضي عالفاضي. انا اذا ما كل يوم عدت نفس الموشح ما بيمشي الحال. واحد اثنين ثلاثه. قولي امي ما رح تسالينا السؤال المعتاد تسالينا اياه كل يوم الصبح ونحن ما بنجاوبك عليه. ما قولي ايش بدكم تاكلوا اليوم؟ لا 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 من هون ورايح ما عاد في مع حكي منوب، راح تشوفوا غير شيء تماما. غير شيء؟ يا رب استور، انا رايح على المدرسه احسن شيء. لحظه خدني معك، ما خرجي مفاجآت انا. يلا بسرعه، كلياتكم غسلوا ايديكم تعالوا تغدوا، يلا بسرعه. قولي امي ايش هالاكل اللي بجنن هاد؟ امي انا بحبها كثير لهي اللحمه، شان هيك جبتي لنا اياها مو؟ لا قولونا لسه، لونا بفتح النفس. امي عن جد شي خرافي. يلا كلوا 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 خليني ابين معكم. تعرفت لكم على محل بياع لحم يا يوم، شي خرافي. كل يوم راح اطعميكم فروج كباب لحم اللي بدكم اياه، خليني ابين معكم. يلا اي مالك بالعاده امي؟ هلا ابوي ترك لك مصاري مشان يكفونا اسبوع كلياته لوقت ما يرجع من السفر، بدك تخلصي المصاري من اول نهار انتي. نعم شوفوا مين عم بيحكي. لا لحظه شوي خليني اهرس حالي، انا بحلم ولا بعلم؟ شوفوا مين عم بيحكي. ومن ايمتى صرت بني ادم هيك انتي؟ لا هلا هو بيني وبينك يعني اكيد بدي اخذ منك ال 300 ليره تبعت الرحله تبعت رفقاتي قبل ما يجي ابوي. رحله يا حشره، بدك تروح تتركنا هون وانت ابوك وامي فينا هون بعد بسافر؟ اسمعوا رحله ما في تاني، انا المصاري اللي عم بحطها عم بجيب لكم لحم، هذا لحم طبيعي مثله مثل اللحم اللي كنتوا عم تاكلوا، بس هذا ارخص شوي بس نفس اللحم ونفس الطعمه، كلوا تشبعوا. لا هو بالطعمه عن جد طيبه كثير. تسلم ايدك امي عن جد ما عم بريد اشبع. كلوا تشبعوا، ما حدا بقوم غير ليشبع، ويوميا راح يصير الاكل هيك واحسن من هيك لسه، عدللوا يلا. قولي انا بدي اخلص هذا الصحن وعبي صحن ثاني راسا. انا لا حدا يحكي معي منوب. يا سيدي منيح تعرفتي على المحل يا ام عبادة، يعني انا وقت ما جيت من السفر لهالله عباكم هاللحمه مع بشبع، عن جد طعم كتير غريبه. تستلم ايدك عن جد، خلي بين معكم. بتقولوا امي ما بتدعمنا. عبادة شغلنا التلفزيون نتفرج، بدي اطلع على مباراه كتير حلوه، خلينا هيك نستمتع بالمباراه ونحن عم ناكل هالاكل الطيب هاد. قوم يلا بابا فورا. ولك تستلم ايديك يا ست الكل على هاللقمه الطيبه هاي. خبر عاجل، هذا وقد تم إلقاء القبض على عدة محلات كانت مستوردة للحوم الغير شرعية، فيما تبين فيما بعد أن اللحوم كانت لحوم حيوانات وقطط وكلاب برية. هذا وسيتم محاسبة كل من باع واشترى من هذه اللحوم الغير صالحة للأكل، وهذه اللحوم قد تؤدي إلى التسمم الفوري أو إلى الموت مباشرة. ما عليكم سوى التواصل معنا على الرقم الظاهر على الشاشة للإبلاغ عن كل من يشتري ويبيع من هذه اللحوم، والتي كانت هي لحوم قطط وكلاب، لحوم غير شرعية. ما زالت طيبة. قولي بطي ولا أبلي أم عبادة، الله يغفرك يخرب بيتك من حالك سممتينا. أمي بدي أراجع بعد هيك. قولي هدول أكيد كذابين، طولوا بالكم. أنا بدي بلغ المشفى، انا بدي ابلغهم مش فاهم، خليه يجي يعملونا غسيل المعده للعيله كلها. وريكي لا اوعك تصب حدا، بعدين فكروني عم بتعاون معهم بحبسوني، لانه وقت اللي بعني الزلمه قال لي لا تخبري حدا، انا مبالي انا اخبر حدا لانه السعر رخيص، يخرب بيتكم اتصلوا لحدا. انا مو انا تعال اتصل. قولي مين رح حاطب ما يتسع
طلقتوني يا عم، بخاف على اصلي انا. الو الو دخلكم دخلكم، لحقونا، نحن اكلنا بهذا اللحمه، طلع خبر عنا بالتلفزيون. مرتي هي اللي اشترتها، يخرب بيتها من حالها. طبعا كانت تعرف، وهي شريكه في الجريمه، هي بسرعه لحقونا وريبطي. لك شو بكون؟ ليش كلكم انتو؟ ولا انت لسه عم تاكل، يخرب بيتك، كل هاد شفته قدامك ولسه عم تاكل. لحظه، شرطه، صوت شرطه، والله شرطه جيت، يخرب بيتكم، يخبر الشرطه. انا اللي خبرتهم جايين يشحطوكي هلا، خليك تدخل بالحبوس اكثر. هيك لك بدك اياهم يشحطوني، بدك تخلص مني مو؟ ماشي طول بالك ام عبادات، ترى نحسن هذا من دوق، نعتذر منه انه احنا كنا عم نمزح معكم. فو ام عبادات بتاخذ غدر وحياتك. يخرب بيتك من حالك.